الفيزياء ماجستير جديد تم الإعلان عن إحداثه بجامعة منوبة بشراكة بين جامعات تونسية وأخرى أوروبية، ويهدف هذا الماجستير لتمكين الطلبة من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصال. هم طلبة حضروا إلى مدرج قرطاج بالمركب الجامعي بمنوبة للاستماع لعروض تقديم الماجستير الجديد التي تم بعثها بمعهد الصحافة علوم الإخبار وكلية الأداب بكل من سوسة وصفاقس، وهي ماجستير كروس ميديا أو الميديا الجديدة. احنا معناتها ما مشينا لها وما قدمنا عليها إلا ما احنا معناتها الشغل هي باش تعمل لنا بلوس، فهمت؟ نزلت حاجة جديدة عنا، لكن أنا كطالبة معهد الصحافة ما جذبتنيش الحكاية برشا، وان شاء الله يطوروا فيها اكثر في يعني يزيدوا يحكيوا فيه اكثر الموضوع، يزيدوا يرغبوا الطلبه اكثر باش يشاركوا فيه. نتحدث عن ادراج الميديا الرقميه ضمن وسائل الاعلام التقليديه، وكذلك عن الطرق الجديده لاداره وسائل الاعلام الكلاسيكيه والجديده. احداث هذه الماجستير تم ايضا في اطار احدى المشاريع الاوروبيه لتبادل الخبرات في المجال التعليمي. هي لونيميد من روما، من جامعه ميلانو، جامعه تامبيري في فنلندا، وجامعه برشلونه من اسبانيا. ويجب هنا على الجامعات أن تسعى لمواكبة يعني هذه التطورات، خاصة مع التكنولوجيات الحديثة للاتصال. نعمل على دعم تبادل الطلبة في إطار هذا الماجستير بين الجامعات التونسية والأوروبية وفي الاتجاهين. نحن نريد أن نطلع على ما يحدث في تونس. هذه الماجستير التي تهدف لتكوين جيل جديد من الصحفيين يختلفون عن جيل الميديا الكلاسيكية كما قيل، سيتم في إطارها تبادل تكوين الأساتذة الجامعيين وكذلك المنح الخاصة بالطلبة.